عنه في المحاضرة السابقة، نسأله عن بعض ما سبق من الأحكام. Here like that, search for، وضعت خمسة أسئلة أو حالات للبحث عنها. Oral clarity، إظهار شفوي. Small merging، إدغام صغير. إقلاب. Real hiding، إخفاء حقيقي. Merging، مزاوية غنة. بداية من هذه المرحلة أو من قبل هذه المرحلة، يجب أن يبدأ المعلم في مراجعة كل ما سبق من الأحكام في كل حصة، ولا يمل من ذلك، خاصة في النطق السليم وليس في الأسماء فقط. يعني أن يتأكد أن الطالب ينطق الحكم بطريقة صحيحة. لو بدأنا في البحث عن Oral Clarity، هنا Oral Clarity، إظهار شفوي. في البداية لدينا كلمة الحمد، ميم ساكنة، كارس كلير سكون، followed by دال letter. دال is not a letter for. Oral hiding is not a letter for. Small merging, so this is a letter for oral clarity. So we should pronounce this meme clearly without any change. الحمد، الحمد لله. And here small merging يعني أن نبحث عن. What shall we search for here؟ نبحث عن ميم ساكنة، followed by vowel meme or a meme with vowel or meme with شدة like here. لدينا ميم ساكنة، أتى بعدها ميم مشددة، ما بين كلمة أو كلمتين. هنا لدينا بين كلمتين. So we should pronounce only one meme مشددة. خلقكم من، كم من. Real hiding. Here we have real hiding. تنوين بالكسر followed by ثاء. طين ثو، طين ثو. هنا لم يحدد hiding with heavy غنة or light غنة، but here we have with heavy with light غنة because ثاء is a light letter. Merging without غنة، إدغام بدون غنة، وإقلاب. الإقلاب من أسهل الأحكام التي نجدها بسهولة بسبب الميم الصغيرة، يعني هنا وقعت عيني عليها مباشرة من بعدهم، وأظن هناك إقلاب آخر هنا في كلمة أنباء. إذا لدينا تو إقلاب رول هير. أنباء من بعدهم. Merging without غنة، نبحث عن نون ساكنة أو تنوين followed by لام أو راء. Here we have نون ساكنة followed by لام. نمكن لا. What shall we do here? We skip this noon completely or cancel the pronunciation of this noon completely and pronounce only one لا مشددة. نمكن لكم، كن لكم. ولدينا هنا أيضا إظهار حقيقي، ولدينا إدغام بغنة، ولدينا most complete غنة مع النون المشددة والميم المشددة. إلى هنا تناولنا أحكام الميم الساكنة وراجعنا على ما فاتنا من الدروس السابقة والأحكام، ونفعل ذلك مع الطالب في كل حصة ولا نتعجل. يعني اليوم نحن درسنا أحكام الميم الساكنة، نحن لا نعطيها للطالب كلها في حصة واحدة، يعني من باب التدريب فعلنا هذا مع المعلم اليوم، أما مع الطالب فيحسن أن يأخذ كل حكم من الأحكام في حصة منفردة ويطبق عليه حتى يعني ينظمه تماما. في صفحة كهذه مثلا يبحث عن كل أحكام الإظهار الشفوي إن كان الدرس اليوم على الإظهار الشفوي ويطبقه. في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى سنتناول أحكام اللامات السواكن وحرف الراء من ناحية التفخيم والترقيق، ولكن التناول سيكون مختلفاً قليلاً عما يوجد في كتب التجويد الموجهة لمن يتحدثون العربية لأسباب سأذكرها في بداية المحاضرة. يعني ستكون المحاضرة دسمة إلى حد ما بخلاف هذه المحاضرة اليوم، أعتقد أنها كانت يعني خفيفة. فإن شاء الله ألقاكم على خير الأسبوع القادم مع أحكام اللامات والراءات. ليتبقى لنا محاضرة واحدة عن المدود وينتهي هذا البرنامج على خير بإذن الله. شكراً لحسن استماعكم وجزاكم الله خيراً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.